ذواتنا، كيف سيتعامل التجار مع ارتفاع الأسعار، وكيف سيؤثر على الحركة التجارية وإقبال المواطنين؟ السيد إيهاب دادو صاحب ومدير محلات الحوت للمواد التموينية، أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير أستاذ إيهاب. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا بك، وإن أمكن رفع الصوت قليلا حتى يتسنى لنا الاستماع والسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني قبل قليل تحدثنا مع السيد إبراهيم القاضي مدير إدارة حماية المستهلك، قال إنه في هنالك نقاشات على أمل إنه رفع الأسعار وإن كان سيحدث الشهر القادم على ألا يشمل المنتجات محلية الصنع، لكن أنتم كتجار جملة وكتجار مواد تموينية، يعني كيف بتم التعامل مع مثل هذه الخطوات برفع الأسعار، وهل ممكن فعليا أنه يؤثر على الحركة التجارية بالنسبة لكم؟ صحيح. أول شيء صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا الأسعار بتأثر، أن هسه جديد بلغونا بارتفاع المشروبات الغازية والمشروبات العصائر، بعرفش شو المبرر، يعني هاي معظمها منتوجات محلية، يعني زي ما تفضل أخونا إبراهيم القاضي، شو المبرر من الارتفاع تقريبا صندوق العصائر أو المواد أو المشروبات الغازية تقريبا 7 شيكل؟ نعم. طبعا أروح أطلب من الشركة أو من المستور أو مش من المستورد اللي هو الوكيل، أطلب منه الكولا أو العصائر، بقول لك إنه حاليا غير متوفرة، يعني البضاعة إنها نضبط مشان ترتفع 7 شيكل. طبعا 7 شيكل بالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر غالية، نسبة عالية جدا، تقريبا 50% لو بدنا نقيس على صندوق عصير أو صندوق كولا سعره 16 شيكل و17 شيكل، نخرف عن 50%. وهذا كثير بالنسبة للمواطن. طب فعليا أنتوا كتجار بصراحة يعني ما كانش في كلمة معينة، موقف معين، خاصة إحنا يعني الغريب، إذا أنا بدي أعزز منتج وطني وأخلي الناس تقبل عليه المفروض ما أرفعش كمان أسعاره، هذا المعادل، هذا المنطق في الموضوع. هم بدعوا على شغلة السكر، إن المواد التي تنتج منها السكر إنه رفعوها كثير. طب أنا بدي أسأل، بهمش السكر نفسه ما ارتفع بهذا الارتفاع، يعني شو الداعي؟ المواد التي تنتج منها السكر بدها انا بطلب بدها مراقبه، وانا بطلب من السيد ابراهيم القاضي انه يعني يكون مراقبه على هذا الشيء، لانه الزيت اذا من فتره، اذا بتصحي لما حكيتوا معنا على شغله الزيت بقى بطلوع. لما احنا حكينا وقف الزيت ما طلع بعديها ولا شيء، لانه صارت مراقبه، يعني انا يونيتها طلبت البيانات الجمركيه من جميع المستوردين، تعي قد ايه عليك مشان تعرف قد ايه بدك تبيع، بطل يرتفع، بهمش يعني بالعاميه بطل يرتفع هذا المنتوج اللي هو الزيت. فبدها مراقبه لجميع المنتوجات، لانه انا شايف انه ما في مبرر لرفع الاسعار لاي منتوج. الحياه الطبيعيه رجعت، الاستيراد الطبيعي رجع، وحتى الاستهلاك، يعني ما قلش الاستهلاك، بالعكس الاستهلاك منيح مش سيء، والناس بتشتري. لا الاستهلاك لا هو عالي ولا هو، بس مقارنة في أزمات مرينا فيها يعني قد يكون مستقر سيد إيهاب، لكن للأسف في هلا بيبعتوا لنا برسائل فعلا وفاء في احتكار من قبل البعض، حتى أن شركات الكولا مثلا مش ملحقة إنتاج مشان التخزين ورفع السعر مع بداية شهر 2، يعني مشان التخزين. حكيت كلمة مشان التخزين مش مشان التوزيع، للأسف. إذا صارت شغلة عمدا، وين وزارة الاتصال حماية المستهلك من هذا الشيء؟ يعني في كثير عدة أصناف من الكولا والعصائر مفقودة بالسوق، ينزلوا ويتفرجوا عند الجميع، مفقودة من السوق، إذا هذا بدل إنه متعمد الإشي. بعدين إذا يعني كانت الرواية حقيقية، وإذا كانت النوايا طيبة، إنه إحنا بدنا شعبنا يروح على المنتجات غير النافعة، وإنه بدنا يروح بس على المنتجات الوطنية أو المنتجات الصحية بمفهوم وتعبير أدق، إذا لماذا يتم أصلا رفع الأسعار على العصائر؟ طب إذا حسب وصفهم وحسب أحاديث أيضا لجهات مختصة إنه الكولا بتضر بالصحة وما إلى ذلك،
كذلك مضرة. فإذا لماذا أيضا شملت العصائر في هذا الرفع، ولماذا المنتج الوطني من المتوقع أن يشمل؟ حتى هذه اللحظة ما فيش قرار لسه، لا ولا لا. فيعني هل يعقل أن المواطن لا يشتري لا عصير ولا كولا ولا أي نوع؟ يعني لأي درجة إحنا بدنا نوصل بصراحة؟ أنتوا كتجار شو بالضبط بتتعاملوا مع هيك مواقف؟ شو بالضبط يعني كلمتكم على اللي بيحكوا عليه؟ احنا مع عدم الاحتكار للعصائر والكولا بالسوق، بالعكس بنزل من وزارة الاقتصاد او المسؤولين بنشرة توعوية للناس، مدام انه الكولا بتضر، انه خففوا من استهلاك الكولا والعصائر، انه مثلا هاي بتضر 1-2-3، مش انا باجي برفع سعرها على المواطن مشان ابرر هذا الاشي. هذا غير مبرر، هذا بده وقفة من وزارة الاقتصاد ومن التجار ومن حتى المواطنين بمقاطعة هاي المنتوجات اللي بترجع بالطريقة هاي. طب اجمالا بصراحة بعض التجار قالوا احنا مش رح نتعامل مع موضوع رفع الأسعار، لكن فعليا هل التاجر قادر على هذه الخطوة؟ طبعا لا، طبعا لا. لما بيجي زبون بطلب مني انا الكولا او العصائر، انا مجبور اوفر له اياها وبالسعر الموجود بالسوق. الان الكولا شحيحه بالسوق، الامور واضحه. الكولا شحيحه بالسوق او العصائر شحيح بالسوق، من تحت راس انه بدهم يرفعوا الاسعار بالعاميه، يعني خلينا نتصرف. الامور واضحه انه في رفع اسعار عاليه جدا راح تكون بالنسبه لسبعة شيكل، عالي جدا. امبارح انا سمعت لصاحب مصنع شراب بكى على الفيس وحكى انه راح يصير مثلا جرام الشراب من 20-22 تقريبا ل 40 شيكل، خلف 100%. يعني هذا حكي لا يتحمله العقل كمان. يعني للأسف احنا مش خالصين لا في الكولا اللي حسب مواصفات الجهات المختصة انها ضارة بالصحة، ولا حتى في العصائر. اذا احنا بدنا نتوجه للعصائر فبنفس الوقت كمان الأسعار مرتفعة عليها، فبالتالي للأسف المواطن المستهلك هو من يتكبد هذه الأسعار التي ترتفع والباهظة. وبرأيك بصراحة سيد إيهاب، هل ستكون موجة حديث ومن ثم سيتم العمل بموضوع رفع الأسعار وكأن شيئا لم يكن، ويخضع المواطن لهذا البروتوكول المعتمد والمتبع؟ صحيح، إذا لم تتم المتابعة الجادة، المتابعة أخرى مرة الجادة من ذات الاختصاص أو وزارة الاقتصاد أو المسؤولين في هذا الشيء، راح تكون ترفع الأسعار وكأن شيئا لم يكن. وهذا راح يتكبد المواطن، أو الموظف اللي صار له 20 سنة و30 سنة راتبه زي ما هو، ما تغير عنده إشي، بالعكس القوة الشرائية راح تنزل كثير، وهذا راح يأثر على المواطن أو على الموظف اللي يعني بيمش اللي راتبه أخرى مرة ما بكفيه أصلا أكل. يعني المضحك المبكي بصراحة. صحيح أنه المفروض أقر الحد الأدنى للأجور 1880، وبنفس الوقت أنه في مخالفات رح وستتم محاسبة من لا يلتزم، لكن للأسف إحنا مش ملحقين، بنركض ركض كمان وراء ارتفاع الأسعار اللي بيصير. وحتى أنه في بعض المؤسسات أساسا بتلتزمش في موضوع الحد الأدنى للأجور، فبالتالي يعني هيك هيك إحنا خسرانين بالمصطلح اللي نقدر نحكي إجمالا. يعني شو ال 1880 وشو ال 2880؟ صحيح، مع الغلاء اللي عايشينه. صحيح، مع الغلاء اللي قاعد بيصير، لا 3 ولا 4 ولا 6. اليوم بكفي أي مواطن بدي يعيش مستور، مش بدي يعيش عيشة لسه عيش منيحة، مستور. ما بكفي لا 3 ولا 4. أنا بطالب مدام بدها ترفع الأسعار ترتفع معاشات الموظفين 50% برضه، مشان تصير الامور يعني الموظف يعيش بكرامه اقل ما فيها، انه يعرف يوكل، اللي عنده مصاريف جامعه، اللي عنده مثلا التزامات يعرف يوفي حياته. انا بطلب من المسؤولين متابعه هذا الشيء. يعني للأسف والمشكلة الارتفاعات عم تضرب على الوتر الحساس، على المواد اللي الناس بتستهلكها بكثرة. لما بنحكي عن موضوع المواد التموينية، في منها أساسية، في منها احنا بنستخدمها على الدوام سواء عائليا أو حتى في مناسبات أخرى للأسف الشديد. وطبعا نقيس هذا الموضوع أستاذ إيهاب على المناسبات بكرة والأعراس، وبدهم عصائر. شوف قديش هذا الحكي له تبعات.
سامحين أجدور رز البسمتي. طبعا رز البسمتي بلش بالارتفاع كل 5 كيلو تقريبا 6 شيكل وسبعة شيكل. ما شاء الله ما شاء الله. يعني زي ما قلت احنا جايين على موسم صيف وأعراس، يعني الرز اللي بقى ب 22 الآن ب 30، اللي بقى ب 25 الآن ب 33، اللي بقى ب 32 الآن في نوعيات رز 5 كيلو مبيعها ب 40. لا إله إلا الله. إلى متى يعني لأيمتى المواطن بنبطل منش ناكل رز أستاذ إيهاب؟ الله يكون بالعون. عن جد يعني إشي بحزن، والله إشي بحزن، لا كولا ولا عصير ولا رز، وأنا عارفة ممكن على الطحين وممكن على شغلات تانية يعني طبعا. إحنا للأسف إحنا موجة الارتفاعات ما شاء الله مضبوطة 100%، بس هات يوم هيك نقول في انخفاض في الأسعار صعب صعب جدا. إجمالا شغلة ممنهجة أنا بطلب منكم بهمش تكثفوا البرامج وإنكم تنزلوا على الشارع وتتابعوا مع المواطنين ومع التجار ومع وزارة الاقتصاد هذا الإشي، مشان المواطن يضل عارف شو اللي بيصير، ومشان التاجر أو المستورد اللي بيحاول يرفع الأسعار يعرف أنه في مراقبة وأنه في ضجة بالنسبة لهذا الشيء. صحيح كلامك 100%، واعرفوا وقدروا انه الاستاذ إيهاب حكى عن شغلات احنا بنستخدمها يوميا يا جماعة الخير، في منتجات وسلع يوميا بنستهلكها، وما تنسوا وارتفاعها غير مبرر 100%. والاهم من ذلك، الاهم من ذلك انه احنا بنحكيش عن استخدام فردي، احنا بنحكي عن استخدام عائلي، استخدام مناسبات لاحقا، وحدث ولا حرج كيف ستكون هذه الارتفاعات. يعني اليوم اللي بتشوفوا بيشرب قاعد بالعصير أبو باشا ليش؟ لأنه طاقع 7 شيكل حق الكنية، ولا ممكن حق الكولا، بعرف شو بالضبط أنتم بصراحة يعني بتختاروا وبتحبوا. إجمالا سيد إيهاب بنتمنى كمان في تحركات تكون من قبل التجار وكوكبة التجار في سواء محافظة طولكرم في كل المحافظات. السيد إيهاب الدادو صاحب ومدير محلات الحوض للمواد التموينية، شكرا جزيلا لك، صباح الخير بلال.